هو اللي يحصنك ويحفظك، انك تذكر ربنا اذكار الصباح والمساء حفظ وصيانه ليك، انك تحافظ كل ما تكون خايف في الدنيا على اولادك قول الذكر ده، كل ما تكون خايف على صحه ابوك وامك قول الذكر ده، يا حفيظ احفظنا يا حفيظ احفظنا، قوله كل يوم الصبح ان شاء الله 33 مره وانت رايح شغلك بنيه الحفظ، بنيه ان ربنا يحفظك. الذكر جميل يا جماعه، الذكر بيحصنك وبيقويك في كل حتة من مناطق حياتك، كل حاجة النبي قال لنا فيها ذكر، الحفظ دون، الخوف من أي شيء لا حول ولا قوة إلا بالله، النعمة الحمد لله، التقصير في حق الله أستغفر الله. جميل إنك تعيش بالذكر، وجميل إنك تعيش وتنوي من النهاردة وتعاهد ربنا على تجربة، أنا هكمل حياتي بذكرك كل يوم وقت كافي يخليني أحس بحلاوة القرب منك. يلا نختم الحلقة مع هذا الذكر.